والمد اللي هو يعني يملأ ملء الكف مرة واحدة، والصاع مثل هذا أربعة مرات. فكان النبي هذه هي يعني كمية الماء التي يستخدمها في الوضوء والغسل صلوات الله وسلامه عليه. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تعليم وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه أتى بإداوة من ماء هذه قدر المد فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، وهذا غسل اليدين إلى الرسغين هذا وجوبا عند القيام من النوم، فإن النبي نهى يعني من يقوم من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وهي مستحبة عند كل وضوء أن يغسل أولا يعني يديه إلى الرسغين ثلاث مرات. قال ثم أدخل يده في الإناء فأخذ غرفة مضمض بها واستنشق، يعني جعل نصف هذه المضمضة ونصفها للاستنشاق، والاستنشاق إدخال الماء إلى يعني الأنف وبالاستنثار كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. الغرفة الثانية والغرفة الثالثة هذه المضمضة والاستنشاق وهي الصحيح واجبة وداخلة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق. هذا الفم المضمضة والأنف داخل في معنى الوجه. قال ثم أخذ غرفة وغسل بها وجهه وغسل وجهه ثلاثة، غسل الوجه وهو فرض، ثم غسل يديه إلى المرفقين، بدأ باليمنى والمرفق هو هذا المفصل الذي يقع بين العضد والساق. والله تبارك وتعالى قال في الوضوء إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والصحيح أن المرفق داخل يعني يجب غسله لأنه داخل في دي. ثم أيضا خلى ثلاث غرفات وغسل يده اليسرى كذلك إلى المرفق، ثم مسح رأسه مرة واحدة يقبل بهما ويدبر، يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بفضل وضوئه، يضع السباحتين في داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن، ومسح الرأس مرة واحدة. مسحت أنا مرتين فقط لبيان صفة يعني المسح، وهو أنه يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى خفاه ثم يعيدهما مرة ثانية إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا كذلك، وغسل رجله اليسرى كذلك إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالوضوء عبادة عظيمة، وقد هو شرط كما ذكرنا في تعليم صفة الصلاة أنه شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.